شوفوا. بهذه المناسبة أقول لكم الآن جنود الصاعقة في بنغازي وجنود جثيبة الفضيل يخوضون معركة الآن ضد الزنادقة وضد المرتزقة وضد الحملة. ثوري ثوري يا بنغازي، والجماهير تتحرك في بنغازي. ثوري ثوري يا بنغازي، وتم تحرير معسكر 7 من ابريل وتحرير الثوريين وتم اطلاق سراحهم. الى الامام يا جنود الصاعقه وجنود كتيبة الفضيل وضباط الحرار، امحوا العار، امحوا العار عن بنغازي، ولتتكفل الجماهير ولتخرج الجماهير مع جنودها البواسل لتعود ليبيا كما كانت، حره عزيزه مكرمه غنيه مرتاحه تعيش في امان وسلام، تطفى هذه الحرائق وتوقف هذه الدماء. اذا زعفت هذه الجماهير من ترهونه على مصراته ستنتهي المعركه في ساعات، وينتهي حفظ الاطلس نهائيا ويخرج من هذه الساحه، ويتم تحرير مصراته، العائلات مصراته، شعب مصراته، اهلنا في مصراته يستغيثون، يمثلون بالجثث، يذبحونهم، يقطعون صدور النساء في مصراته باعترافاتهم المخزيه. فلتذهب الجماهير، هذا وقتها، حتى بدون سلاح تنتصر الجماهير. ها الشباب الثائر، ها النساء الحرار، كتايب من النساء مدربة على السلاح مستعدة للزحف والقتال. ولكن مثل هذه المسيرة من ترهونة لو تنطلق الآن بدون سلاح ستحرر مصراتة، وسيتم القبض على الخونة والعملاء وسيستسلمون فورا. كم رسالة بعثناها لهم، كم انذار عطيناه لهم، كم فترة سماح، لن نترك مصراتة هكذا. فلتزحف ترهونة، ولتزحف بن وليد، ولتزحف الزيتن، حتى بدون سلاح نريد أن ننقذ أهلنا في مصراته، مدينتنا مصراته. إلى الأمام، إلى الأمام، إلى الأمام، إلى الأمام، انظر لأطفالنا، انظر الذين جاءوا بالأطفال، يدل على الصدق والإخلاص والتصميم والعزيمة. فإلى الأمام، إلى الأمام، وكل عام وأنتم طيبين، كل عام وأنتم بخير.